هل من صالح المرأة أن تكشف الحجاب وأنها تختلط بالرجال وأنها تسافر بدون محرم وأنها تخلو مع الرجل الأجنبي وأنها تختلط؟ هل هذا من صالحها يا إخوان؟ لا والله، هذا من إهانتها وإضاعة حقها وكرامتها، وهم يزعمون أن هذا حق لها وأن هذا من إكرامها. شوف انتكاس الفطر والعياذ بالله. فالحاصل أن البنات لهن حق الحياة وحق الميراث وحق اختيار الزوج والموافقة عليه، ما تجبر على أحد لا تريده، ولها النفقة ولها العشرة ولها لها حق. فالإسلام كرمها وأعطاها حقها اللائق بها والذي هو من مصلحتها. أما هؤلاء فأرادوا أن يسلبوها حقوقها وأن يعطوها غير حقوقها. هو يليق أنها تعطى غير حقوقها؟ ما يليق هذا. يعطونها غير حقوقها ويقولون هذا إكرام لها. كذبوا. إكرامها في حقوقها